بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لا تغرنكم الحضارة الحديثة والتكنولوجيا والتطور العلمي والاختراعات المذهلة التي ترونها اليوم. كل هذه الدنيا سيأتي يوم وتفنى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الله تبارك وتعالى من رحمته أنه أراد لنا الخير، أراد لعباده الخير، أراد لهم الحياة الباقية، أراد لهم الحياة الأبدية خالدين فيها أبدا. فإذا أردنا أن ننظر إلى الأمور بذكاء وعقل ونظرة بعيدة المدى، ينبغي علينا أيها الأحبة أن ننظر إلى الآخرة وليس إلى الدنيا. يعني أنت في الدنيا تذهب لتشتري قطعة أرض، مثال يعني، تشتريها وأنت يعني في هذه اللحظة لا أحد يشتري هذه الأرض، ولكن أنت تعلم أن في المستقبل هذه المنطقة ستتطور وسيرتفع ثمن الأرض أضعاف مضاعفة، وبالتالي تشتريها لتكسب في المستقبل. فنجد بعض الناس الذين جمعوا كميات من الأموال يستخدمون هذه الطريقة لكسب المال، ينتظرون حتى تتطور منطقة معينة وترتفع الأسعار ثم يبدأوا بالبيع. القرآن أيها الأحبة أراد لنا الخير، فأراد لنا أن تكون أعمالنا وتجارتنا وكل شيء باتجاه الآخرة وليس باتجاه الدنيا. أحببت أن أستوقف أو أقف معكم مع هذه الآية العظيمة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ما معنى الزينة أيها الأحبة؟ قارون الذي خسف الله به الأرض، قال تعالى في حقه: فخرج على قومه في زينته. الأموال، الجواهر، المتاع، السيارات، الطائرات، التكنولوجيا، الدولارات، الذهب، كل هذا اسمه زينة. الأموال هي زينة أيها الأحبة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لمن زينت الدنيا؟ للذين كفروا. إذن انتبهوا معي أيها الأحبة، لا تقولوا إن الغرب تطور لأنه تخلى عن الدين فينبغي أن نفعل مثله. دققوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هم يعملون من أجل شيء فاني، لا يعملون من أجل الآخرة، لذلك نظرتهم قاصرة ومصيرهم سيء جدا. يعملون لفترة مؤقتة فقط من أجل حياة قصيرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ولكن نجد هؤلاء الكفار والعياذ بالله منهم ملحدون، منهم مشككون، يسخرون من المؤمنين، يستهزئون بالمؤمنين، يقولون: انظروا إلى المسلمين كيف هم في حالة جهل وتخلف وكذا، لأن مقياس التخلف بالنسبة لهم هو الدولار فقط أو الذهب أو الاختراعات، لا يفقهون لغة العاطفة، لغة العلاقات الاجتماعية التي من الله بها علينا، لا يفقهون لغة الطهارة. الطهارة هي أم السعادة أيها الأحبة. الإسلام دين الطهارة. لذلك تجد هؤلاء تجدهم يسخرون من الذين آمنوا، ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله. الله عز وجل أيها الأحبة أراد لنا الحياة الأبدية الخالدة، أراد أن ينعمنا فيها. لذلك سأضرب لكم مثالا أيها الأحبة، أنا أحب هذه الأمثلة. عندما يكون لديك ورم سرطاني لا قدر الله، ما الذي تفعله؟ يمكن أن تبقى مرتاحا
ولكن ستموت، وسيتطور هذا المرض وسيفتك بك وستتعرض إلى آلام مبرحة. طيب، ما هو الإجراء الطبي الصحيح؟ الطبيب يقول لك ينبغي أن تخضع إلى عملية جراحية، ستتألم لفترة محددة وستتوجع قليلا، ولكن بعد ذلك سترتاح. الدنيا أيها الأحبة هي ساعة من ساعات يوم القيامة، ليس من ساعات الآخرة على فكرة، هي ساعة من ساعات يوم واحد هو يوم القيامة، مقداره 50,000 سنة. تصور أنك ستقف 50,000 سنة وهناك ساعة في الدنيا، هل تترك 50,000 سنة مقابل هذه الساعة تتمتع خلال هذه الساعة ثم تكون من يعني الذين فشلوا وفشلوا في الآخرة وخسروا خسرانا مبينا؟ لذلك أيها الأحبة هذه الآية تضعنا أمام تصور، وهي تطمئن القلب، تطمئن قلب المؤمن الذي ليس لديه شيء من المال، ليس لديه شيء من متاع الدنيا، يرى هؤلاء غير المسلمين يتطورون ويبنون، وحضارة عظيمة جدا، ويعني زينة للذين كفروا، يرى هذا الأمر فيجد حسرة في قلبه. هذه الآية تقول له لا تحزن، لأن كل هذه الدنيا هي عبارة عن ساعة واحدة فقط، ولكن يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذه الآية العظيمة أيها الأحبة تعلمنا عدة أشياء. أولا، أن كل ما ينعم به الغرب هو فتنة وزينة مؤقتة ستدمر ذات يوم، ليست دائمة، والذين بنوا هذه الحضارة سيموتون ويذهبون إلى مصيرهم، قد يكون مصير أسود إذا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، إذن لا تنغر بهؤلاء ويسخرون من الذين آمنوا، لا تحزن عندما يسخر أحد منك، إنسان غني، إنسان قوي يسخر منك، لا تحزن، لأنك ستكون فوقه يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ثم ختمت الآية بكلمة عجيبة جدا والله أيها الأحبة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لو أراد الله عز وجل، أو لو أن الله يعتبر أن المال هو الأساس، لآتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المليارات. لماذا لم يعطي ذلك؟ لأنه لا يريد، الله لا يريد الدنيا، يريد الآخرة، لأنها هي الباقية، هي التي ستخلد فيها. لذلك أحبتي في الله، احفظوا هذه الآية تطمئن القلب بالفعل وتواسي المؤمن، وبخاصة في هذا العصر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بغير حساب في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.